فالنظرية البكرية ستوصل المسلمين إلى غباء محكم وإلى تعطيل للعقل وتعطيل للوجدان وتعطيل للضمير، تسفيه للعقول، تسفيه كل حتى يحافظ على نظريته الهراء التي تسمى عدالة الصحابة، بس يريد يحافظ عليها بأي ثمن. فلازم يضرب التاريخ كله، يضرب الآثار، يضرب الأحاديث، حتى مستعد يضرب بالقرآن صدق، بس المهم يثبت هذه الرموز، هذا هو المهم. ويقعون في تناقضات مخزية 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 مخزية، وبعدين يكتشفون الفضائح فيتراجعون يتراجعون، مثل ما نقلت لكم ذات مرة أنه هذا حسان يعقوب، مو حسان يعقوب، محمد حسان المصري، هذا ذات مرة كان له خطبة في 2004 ما أدري 2003 ما أتذكر، خطبة شهيرة نال فيها من صاحب رسول الله عمرو بن الحمق الخزاعي، لأنه هذا الرجل الجليل كان ممن قتل الطاغية الثالث عثمان بن عفان صاحب 9 طعنات، قال أنا طعنت عثمان 9 طعنات، 3 منهن لله و6 منهن لما كان في صدري عليه، أريد أن أشفي غليلي من هذا الطاغية المنافق، شايف شون؟ فهذا هذا أمر ثابت ترى للعلم، ثابت. هم يحاولون يشككون، لا في الإسناد مجهول وما أدري في الإسناد كذا فيه نظر وما أدري رواه الواقدي وهو متروك وما أدري كذا، كل لعب ترى، هذا إحنا نسميه شنو؟ لعبة الأسناد، لما الواحد يتورط منهم يلعب لعبة الأسناد، شايف شلون؟ هذا ليس له بضاعة في سوق العلم، هذا في سوق العلم ليس له بضاعة، يعني معروفة القضية في التواريخ وفي السير وفي التفسير وما شاكل، ما حد يلعب لعبة الأسناد إلا من يكون عاجزا، لأنه هذا التاريخ كله قائم على هذا، على المراسيل وعلى التي تحفها قرائن الاعتبار فتثبت، والشهرة والتواتر وما شاكل والاستفاضة. فالمهم هذا ثابت، يعني هذا لا ينكره إلا من لا عقل له ومن يحاول أن يضحك على نفسه، يعني يخدع نفسه. فهذا المسكين كان غافل عن أنه عمرو بن الحمق من أصحاب رسول الله، متصور هذا من الرافضة من السبائية، فرايح مهاجم عمرو بن الحمق في خطبة عصماء، وهم تدري كل واحد صوته يلعلع ما شاء الله، يقوم يخطب طوال خطبة الجمعة ويؤذي يعني آذان الناس، بس صراخ صراخ في صراخ، فهذا نازل عليه عمرو بن الحمق الكذاب الدجال الما أدري الزنديق، وأنا أقول ليته يسمى عمرو بن الأحمق الخزاعي، قتل سيدنا عثمان وقال طعنته 9 طعنات، انظروا لهذا الحقد، إنهم المجوس، إنهم ما أدري السبائية، السبائية الزنادقة الذين قتلوا الشيخ المظلوم ذو النورين عثمان بن عفان. قادة الأمة بجدارة بلا نزاع هم العلماء الذين ما ضلت الأمة إلا يوم أن تخلت عنهم، ترفع الحرب وتعلن راية الحرب دوما في كل الأزمنة والأمكنة على القادة لكسر أضلاع القيادة ولتحطيم رأس القيادة بزعم باسم الإسلام، وأننا لا نريد إلا نصرة الإسلام، كما سترون الآن هذا الغبي الوقح الأحمق، هذا الغبي الوقح الأحمق ابن الحمق الخزاعي وهو يطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، فيقول طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث، ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث لقال
طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه، ليس فيها شيء لله. وكيف يكون، كيف يكون في قتل عثمان شيء لله تعالى؟ فيا شباب، الحرب والفتن تعلن دوما وترفع رايتها باسم الاسلام وباسم الانتصار. بل ويقول احد هؤلاء القتلة: لقد طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى، لله تعالى، و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق هذا الافاك لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدره عليه. يقتل عثمان باسم الله ومن اجل الله ومن اجل الدين، ولا حول ولا قتل لهم مجموعة من المنافقين، مجموعة من الحاقدين، مجموعة من الاوباش يقتلون امير المؤمنين باسم الدين، باسم الاسلام، لله تعالى ومن اجل الله تعالى. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقتل عثمان وهو رجل في 80 من عمره، يقتل عثمان وهو زوج ابنتي رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانا ادين الله على مسمع الدنيا انه لم يشارك صحابي واحد من اصحاب رسول الله في دم عثمان رضي الله عنه. خلص الخطبة، اجوا له بعض مشايخهم الاخرين، قالوا له: ولك انت ايش سويت؟ فضحتنا. هذا رضي الله عنه وارضاه، هذا شلون تتكلم عليه؟ هذا من ذولا عليهم ختم رض، اكو ختم رض، اكو ما يصير تتكلم علامة الجودة، اكو رض، هذا رض لازم يكون موجود، شلون تحكي عليه؟ هذا ذاته مصونة بقوة الدستور، ما يصير انت تتحكي على الدستور البكري هالشكل، يقول هذا باللستة موجود، شلون تحكي عليه؟ هذا سيدنا، هذا قال زين، مو هذا قتل هم سيدنا، اي سيدنا قتل سيدنا، كله رض برض بعد رضي الله عنهم جميعا، ماكو مشكلة يعني، كن تعتذر. راح طلع بالتلفزيون يبكي المسكين، قال انا كنت غافل، كنت متصور هذا واحد اخر غير سيدنا، هو واحد، ماكو واحد اسمه عمرو محمد الخزاعي، ماكو. قال لا انا تصورت هالشكل انه واحد اخر، وبعدين راجعت وكذا، فانا اعتذر ورضي الله عن سيدنا عمرو بن الحمق الخزاعي، واسال الله ان يغفر لي بحبه وبتوبتي هذه لسيدنا عمرو بن الحمق الخزاعي. واقول بملء فمي واستغفر الله جل وعلا بانني ذكرت قديما في بعض الاشرطة خطأ أن من بين المشاركين في قتل عثمان عمرو بن الحمق، وذكرت عمرو وذكرت لفظة عمرو بن الحمق، وأنا ما أتصور أبدا ولا زلت أعتقد كما ذكرت أنه لا يمكن أن يكون من الصحابة. عمرو بن الحمق كان في مخيلتي أنه يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، ذكرت ذلك والله، وأنا أظن أن عمرو بن الحمق يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر، فذكرته على أنه من قتلة عثمان. ثم بعد ذلك لما بحثت في الكتب ونقبت، بعدما ذكرني بعض إخواني من أهل الفضل جزاهم الله عني خيرا، نقبت في الكتب وعدت إلى الإصابة وغيرها، فلم أجد إطلاقا إلا شخصية واحدة ألا وهي عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو صحابي جليل من أهل بدر رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. لذا فحين ذكرت عمرو بن الحمق تصورت أنه من التابعين أو من بعد الصحابة، من هؤلاء المنافقين الذين شاركوا في قتل عثمان. وعمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه صحابي جليل، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي زللي، ولا أستحي على الإطلاق أن أعلنه وأن أبينه، فالأمر دين. وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص وإياكم في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا أستغفر الله مرة ومرة ومرة لما كنت قد أخطأت فيه قبل ذلك، ولا أستحي أن أكرره وأن أردده، فوالله لا أرى الخلق في قلبي أبدا، وما رأيت الخلق في قلبي قط، ولا أرى في قلبي إلا خالقي وإلا ربي جل وعلا، ولا أعظم إلا ربي، ولا أجل إلا ربي سبحانه وتعالى. فأقول أعتذر وأستغفر الله عز وجل لما كنت قد أخطأت فيه من قبل، من ذكري لاسم الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه في من شاركوا في قتل عثمان. وكنت قد توهمت أن عمرو بن الحمق
اسم من اسم لتابعي، اسم لتابعي. وكنت أظن أن عمرو بن الحمق يختلف عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي، لكن تأكدت أن عمرو بن الحمق هو رجل واحد وهو الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، فأستغفر الله عز وجل. يا أحمق، صدق أنت أحمق إذا هالشكل تسفه عقلك، يعني قاتل ومقتول، إما مقتول كان مهدور الدم شرعا حتى هذا القاتل تقول عنه رضي الله عنه وأرضاه وتترحم عليه، وإما العكس تقول هذا كان ظالم القاتل والمقتول عثمان مظلوم، فإذا تلعن القاتل تتبرأ من القاتل تبرأ إلى الله من القاتل. أما هذا رضي الله عنه، هذا رضي الله عنه، كلاهما في الجنة، أي حتى عابد البقر ما يقبل هذا الكلام، حتى عابد البقر الهندوس يعرض عليه هذا المبدأ يقول ما أقبله، هذا مبدأ مخالف للفطرة الإنسانية، يعني ما يحتاج إلى نقاش أصلا، لا ديني ولا عقلي، فطرة، فطرة الإنسان ما تقبل. قاتل ومقتول كلاهما على صواب، اجتهد فأخطأ. شو تسوي مع النظرية البكرية؟ مشكلة هذه نظرية غبية ضعيفة متهالكة متساقطة متداعية، لا يؤمن بالنظرية البكرية إلا من يسفه عقله ومن يلغي هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، من يلغي هذا الكتاب هو من يؤمن بالنظرية البكرية، هذا هو الواقع، من يلغي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله.